شخص كنت عم بقول انا البرلمان المغربي من جوش بلادنا برا، كان كلمة على البرلمان اللي مجلسه مرتبط في اطار الاتحادات البرلمانيه الاقليميه والقاريه والدوليه، في اطار واحد العدد من المعاهدات والاتفاقيات مرتبط المغرب. هذه الاتفاقيات كترتب على البرلمان المغربي التزامات، الاتفاق اللي عندنا الشريك من اجل الديمقراطيه مع جزء اوروبا كترتب علينا التزامات كبرلمان. الجمعيه البرلمانيه الاتحاد البرلماني الدولي كيرتب على البرلمان المغربي التزامات، من جمله هذه الالتزامات فيها امور اللي كتتعلق بتدبير المجلس. هذا المجلس المحاسبه ماشي اكتشاف، هذه واحده من الممارسات الفضلات اللي بغينا ندخلوها المجلس المستشار فقط بدون خفيه. بغينا عندنا طموح نوصلوا واحد الدرجه ديال النجاعه في تدبير ماليه المجلس، الفعاليه العقلانيه والشفافيه. كان احنا شعرنا قررنا في المكتب ننظموا هذه الندوه من اجل تنوير الراي العام الوطني من خلال صحافتنا الوطنيه بالقضايا التي اشتغل عليها مجلس المستشارين منذ انتخاب مكتبه الجديد، بالمواضيع اللي كانت مطروحه في جدول اعمال المكتب طيله هذه الفتره اللي تقريبا 3 شهور، وبالحصيله المرحله اللي راكم المجلس في مختلف المستويات اللي اشتغل عليها المجلس، سواء فيما يتعلق بالمستوى ديال الورش إعادة هيكلة المجلس المستشارين، أو الورش المتعلق بالهيكلة ديال المجلس المستشارين، أو الجانب المتعلق بالمناقشة القانون المالي، أو بالملفات المرتبطة بالحياة الداخلية للمجلس من موارد بشرية، من ميزانية، من توزيع الفضاءات المكاتب والموظفين على الفرق ومكونات المجلس وغير ذلك من المستويات. كان الهدف من هذه الندوة نوروا الصحافة الوطنية والرأي العام على شنو كان ديروا في المجلس، شنو درنا، شنو اللي مطروح في الأجندة ديرنا، وقدمنا المعطيات ووثائق بأقصى ما يمكن من الشفافية، وضعنا رهن إشارة ممثلي وممثلات المنابر الإعلامية الوطنية، لأنه لاحظنا خلال الفترة الأخيرة الكثير من الكلام الذي كتب عن مجلس المستشارين فيه الكثير من الأمور غير الدقيقة، وحسينا أنه من الواجب نتواصلوا مع الصحافة ديالنا باش نوضحوا لها الحقيقة. وأعتقد بأنه بلغنا يعني اللي قدرنا نبلغوه، ونحن مصممين على تكريس هذا التقليد ديال التواصل مع الصحافة الوطنية بشكل دوري، والتواصل من بين المواضيع الهواجس اللي عندنا في المكتب اللي كنجتهدوا انه نرفعوه من المستوى ديالو.